طبعا لها حضارة قديمة جدا تمتد ما قبل التاريخ، العهد الروماني والبيزنطي، وهناك شهود على لأنها عاشت هذه المرحلة، ما توجد فيها من آثار، وربما الآثار قد طمست من طرف الاستعمار الفرنسي، ولكن موجودة الآن. كان يعني لو كان ندير رحلة في البيوت مدينة نقاوس تلاحظي أن هناك تماثيل بالحجر من أواني ومن كراسي حجرية،